بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه: مسألة، هل يصح العقد عبر الجوال؟ الجواب يصح، لكن ينبغي التوثيق، يلزم أن يوثق بالصوت ويكون معتمدا، وقد يشابه هذا الصوت صوت آخر، فلا بد من التوثيق في هذا، فإذا توثقوا أنه هو نفسه وتيقنوا من ذلك يصح. إذن العبرة بأن يثقوا أنه هو نفسه. مسألة، إذا حصل من ولي المرأة أن زف للزوج أخت زوجته، فما حكم العقد؟ الجواب: إذا عقد الزوج على امرأة أعجبته وحصلت المغالطة من ولي المرأة وزف له أختها، فهذا الزواج باطل، لأن العقد هو قبل على المرأة التي نواها ورآها وأرادها قبيلا، حتى لو غالطوا بالاسم، لو قالوا له هذه امرأة اسمها رقية ثم زوجوه بزينب التي ما رآها، وهو يظن أن التي رآها اسمها زينب، قال أزوجك زينب بنت فلان بن فلان، قال قبلت، هذا أيضا ما يجوز، هذا باطل، لأن الولي نوى امرأة، نوى بنته فلانة والآخر نوى فلانة، حتى العقد نفسه ما ينعقد، العقد بنفسه غير صحيح. إن كان الرجل وقت العقد نوى الأخرى فالعقد ما يصح، وإن كان الرجل وقت العقد نوى المرأة التي أرادها الزوج فالزواج العقد صحيح. ولما زفوا له أختها زفوا له غير امرأته، فإذا دخل بها فقد وقع في الزنا وهو لا يعلم، فالإثم عليهم. مسألة، فلو حصل له أولاد من المرأة التي لبس عليه بها فما العمل؟ الجواب: فلو حصل أنه دخل بها وكان له أولاد منها يفارقها، أي مجرد أن يعلم أنهم غالطوه فيها يجب عليه أن يبتعد عنها، ثم يجددون له العقد إذا رغب فيها وقد صار له منها الأولاد، يجب تجديد العقد، لأنه عقد على التي رآها ونواها، والأولاد لا يقال لهم أولاد زنا لشبهة الجهل الحاصل عند الناس، يظنون أن العقد صحيح والشبهة حاصلة، فالولد شرعي ولا يقال ولد زنا، ويرث من أبويه، ولكن يجدد العقد فيعتزلها حتى يجدد العقد إذا علم أنها غير التي خطبها، فيطلب تجديد العقد بالثانية ولا يخالطها حتى يجدد له العقد فيها. وإن كان علم قبل الدخول فيحرم عليه أن يقربها حتى يجدد العقد، فإن قاربها على علمه بأنها ليست التي عقد عليها يكون زنا. مسألة، على من يرجع تحمل المهر إذا حصل غرر على الزوج؟ الجواب: المهر على من غره، فإن كانت هي نفسها أيضا مشاركة بالتغرير فلا تستحق، إن علمت المرأة نفسها أيضا أن التي زفت لهذا الرجل، إن علمت أنه مغرور ووافقت على هذا العمل فلا تستحق المهر، ولكن إذا لم تعلم المهر على من غره وغرها، الولي يتحمل، والمرأة تستحق المهر بما استحل منها.
الجواب: المهر على من غره، المهر لها لكن يتحمله من غره. يقول: إذا ما علم إلا بعد الدخول فالمهر لها بما حصل، ويرجع به على من غره فيتحمله الذي غره. إن كان التغرير حصل من الولي مع معرفة المرأة بذلك أنهم غروا فيتحملونه جميعا، وإن كانت المرأة لم تعلم وغره الولي بدون علم المرأة فيتحمله الولي منفردا ويعاد له المهر لأنهم غروه بذلك. الذي غلط بهذا الفعل عليه إثم عظيم، فيحرم الغش في البيوع، وهذا من باب أولى، فهذا غش عظيم، وهذا سبيل لاستحلال فرج محرم والعياذ بالله. مسألة: إذا زفت أختان كل منهما إلى غير زوجها، أختان وترك الألف أحسن، إذا زفت أختان إلى كل منهما، وهذا يجوز أيضا في اللغة معروف. الجواب: إذا حصل خطأ بأن زفوا إلى هذا التي عقدوا لها بهذا، وزفوا إلى هذا التي عقدوا لها بهذا، فإذا حصل على سبيل الخطأ فالمخرج من ذلك أن يفسخ نكاح كل واحد ويجدد له العقد بالتي دخل بها، هذا أسلم. فإذا لم يحصل الرضا تعاد كل امرأة إلى زوجها، ولكن يجتنبها حتى يستبرئ رحمها. ولكن الصورة الأولى أفضل بلا شك، فإن حملت من أخيه فينتظر إلى أن تضع، ما يجوز له أن يقربها، هذا إذا رغب كل واحد بامرأة التي عقد لها ولم يرضى بأن يجدد العقد على التي زفت له. قال: إذا مثل هذه الصورة الأفضل أن يحصل الفسخ ثم يجدد العقد للأخ، لا شك أن هذا أفضل لأنه قد وقعها، فالأفضل أن يجدد العقد لكل واحد منهما، وعليهم أن يجتنبوا حتى يجدد العقد ولا يكون إلا بعد طلاق، كل منهم يطلق، نعم، ينبه على هذا، يجدد له العقد بالتي دخل بها بعد أن يطلقها الآخر، كل منهم يطلق ويجدد له العقد بالتي زفت له. فإذا أبى إلا أن كل واحد يأخذ امرأته فيجب عليه اجتنابه حتى يستبرأ الرحم. ما معنى استبراء الرحم عندك أخنا ياسر؟ حتى تأتي الحيضة ليتأكد من عدم الحمل، فإذا كانت قد حملت وجب عليه أن يبتعد عنها حتى تضع حملها. لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. مسألة: ما حكم العقد إذا عقد على امرأة وحصل خطأ في الاسم، يعني النية أنه يزوجه بالتي يريد ولكن أخطأ بالاسم؟ الجواب: العقد صحيح ولا يضر، لأنه يريد هذه المرأة نفسها، فالخطأ في الاسم ما يضر، فأهم شيء المسمى. مثلا كان يريد أن يزوجه ابنته الكبرى واسمها مثلا فاطمة، فسبق لسانه وقال زوجتك زينب، وهو يريد الكبرى، فإنما أخطأ اللسان، فالعبرة بالمعنى، فهو يريد الكبرى إنما أخطأ لسانه، وهذا لا يضر، ولكن إن تنبه أعاده وهو أفضل وأسلم، لأن بعض الفقهاء يعتبرون الألفاظ، والصحيح أن العبرة بالمعنى لا باللفظ. مسألة: حكم الكتابة في تجديد العقد، إذا أراد أن يجدد العقد وما عنده أوراق لا تشترط الكتابة، أهم شيء اللفظ في الزواج، والكتابة يكتبها متى ما شاء. قد يتحرجون أمام الناس إذا حصل الخطأ، قد يتحرج أن يذهبوا ويجددوا عقدا آخر ويظهر أمرهم، فما يضر. حصلت قضية أن رجل خطب هو ابنه من بيت واحد، وكان الأب يريد بنت والولد يريد بنت،
اختار الاب البنت التي يريدها الولد وكان فيها حول فاعطوا الاب البنت التي فيها حول واعطوا الولد التي كان يريدها الاب وعند العقد اتفق الولد مع الاب ان يغالط الاب فلما روحوا في واحد البيت رضي الله هي يجب التجديد الأب كان ما يريد الأخرى أي يريد الأخرى فغلطوا من أجل أن تكون حولها الحولة للأب الآن يجب تجديد الأب يجب نعم لأن الأب لما قال قبلت هو ينوي قبوله على تلك رجع وافق لما هو على البيت قالوا خلاص والأب عرف أنهم غلطوا لكن وجب التجديد لأنه عند القبول قبيل على الأخرى هكذا أو عرف من وقت العقد لا بعد العقد عرف إلا بعد العقد يجب التجديد وإلى الآن ما جددوا يجب عليهم التجديد طيب موافق لكن يجددون مثل هذا حتى ولو لم يحصل اجتماع ممكن ولي المرأة يعيد الكلام لهذا الرجل يقول زوجتك فلانة والابن كان ناويا على التي يريد ما الابن قد دبر نفسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت